يقولون واجد واجد توا هذا انا نحاس امير جدي باهي اللي كان مدفون من داخل رحمه الله. في 2011 عمره 454 سنه دافنينا. يعني كم ليه مدفون في مكانه؟ بعد ذلك انتم في 2011 حولتوه ولا قعدت مكانه؟ لا حولوه الجماعه. قلنا خلاص ما عادش فيها بعد 2011. وباسم مني هو؟ هذا يقولوا له جامع الحاج علي. هذا الجامع اقدم واكبر جامع في الرياض. ما شاء الله. قلت لك هذا الجامع غير هذا جدي اللي كان هو كان القيم على الجامع. غير توا متوفي ليه 454 سنه في 2011. ما شاء الله. بس مني قلت لي؟ الحاج علي. الحاج علي. هذا اقدم مسجد في مدينه الرياض. يعني من الفتوحات الاسلاميه يعني المسجد هذا. ايه جديد. لا لا ما اعتقدش. لا لا بس من جابه للفتوحات الاسلاميه. بس بصراحه يحتاج للترميم. دايرين لواحد بجوج يعني بمعنى كان هذا احنا نحوه هذا القبر 100% ولا الجامع تو يا سلام تصلي فيه امورك. ايه فهمت عليك. يعني كان بمعنى اللي زي اي بمعنى من المعتقدات القديمه نتاع يا سيدي فلان ولا لا هكا. ولا كانوا فيه رويش نادر تتمنى غير ما تشوف لهم. ان شاء الله قلعوها ما تضر ما خلوا شيء. وهذه مقبره. هذه اول مقبره واقدم مقبره في جت بجنب الجامع. وين نحن حوشنا حوش جدودي وناس شجرتكم يعني بروحها. كانت كيكينات هنا. لا ما شاء الله. أنا عندي العزوز ساكنة هنا كانت عايشة هنا ومولودة هنا والحمد لله قاعدة حية لليوم. ما شاء الله طول عمرها ما شاء الله. ديما نجيب فيها هنا الحق. ترجع ترجع الذكريات القديمة. كانت صبية لو بدها كان يعكس فيها. أكيد. بعد كيف كان الجو غادي مانيش عارف. اسمي كريم معلش. اسمي عمر. عمر طبعا بصراحة والله العظيم اليوم تلاقينا مع عمر وفكاهي لدرجة عالية جدا. هدرزنا شوية على الحاجات القديمة اللي كانت في الرياينة منهم المسجد ومنهم الجدة نتاعهم ومنهم الشجرة نتاعتهم بصفة عامة. وقال مرة نجي في الوالدة ترجع بذكرياتها البسيطة في الجدران القديمة البني القديم. هذه مربوعة الجامعة يقولون. مربوعة الجامعة. مش يمين كلها عكستهم هناك. عكس حتى اللي مكسر. بس شنو هو اللي فوقك؟ نفس الحفر ولا؟ كان في دبوس يطلع وريت وين كنت ندور فوق هذه تطلع من هذه. فهمت عليك. باب ثاني من الخلف. عادي تسكر. شوف ما شاء الله شوف هذا شجر ولا شنو ولا؟ ايه هم مدرينا مش متحش الواحد. قبل الترميم هذا. ايه قديم. لا مش مرمم الجامعة. لكن تعرف لو يترمم بصراحة يقعد سياحي كبير جدا. والله بعد لا في 2011 اقترحنا عليهم قلنا لهم صح نحوه بقوة غصبا علينا وجو سلاح. الشيوخ هم يعرف الشيوخ. ايه مظبوط. 2011 كيش صار فيها. مظبوط. وصغار البلاد بالليل من هو اللي قدام. وبيت هذا مقبور أعمامكم ولا؟ الله جدد هذا عندي عمي. توفي قبل 2011 هذا جديد يعني. هذا الشيء مصي قال لهم تدفنوني هنا بالحجري وين ما جدي كان رحمه الله عليه سنه كم؟ 94 ومصي قال لهم ما خليتهم مش حولوا هذا قاعد ولا طبعا هم ليش حولوا اللي لداخل لان كان بمعنى هذا ما زال هو الجامعه لو بيصير فيه الصلاه وفي جديد وبيعمار شو بيصير لهم قبورهم؟ يا يتحول يا يندار عليهم هيك صور زي توا يفصل بمعنى انه مقبره يعني ينفصلوا على الجامع خلاص سهل فصلها. ممكن نحول قبر جدك جاي في الجامع بيقول لك لا دير عليه صور وضع زي شباب دق الاول دق حتى هم مصين ها وهذا والله ما نعرف القبر الثالث هذا شباب وهذه عزوزه تحتها هي هذا ما نعرفش هذا توفى شوي بعد قال لهم دفنوني هنا انا وعزيز رحمه الله عليه ما كانش في صوت انا هذا بنيه جديده هذا الشبيل من يرقى ما شاء الله هذا الحاج علي المنبر تو انا لا كيكم يرقى من هنا الحاج علي هذا كيف يا شيخ الناس تتبرك به انسان من يوم بمعنى انه ولي صالح ايوه هو كيف صار كيف كان؟ كان انسان طيب وكويس لدرجه انسان ما تتصورش شيء بسيط انسان يخاف من ظله الناس يقول هذا الشيء درويش ولا غمض بعدين
الأول واحد تعلم قراية القرآن وين مش عارف كان هو صرمان ولا وين تعلم قرآن واحد واحد من الزوايا كان يصلي بالناس أول واحد كان يصلي بالناس إيه قاعد يزرع في ال في ال حافظ ما أعتقدش حتى تلف الصغيرات لكن قال وين أنت حافظ زمان غير الفاتحة تحفظها تقول لي شيء هذا وقاعد يصلي بالناس الناس الحاج عليه مش حاج زمان الحاج عليه عندهم إيش وباني هذا وبس حاجة لي بس السواباني هذا وبس قاعد أنا عندي حتى العزوز عندي كبورية في سن فوق 80 سنة قاعد كأنها شوية عندنا بتاعت يا سيدي حاجة لي ولا لا أكيد لا 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 نجيبه فاحنا ولا تقول جيت للجنة أسمع بجديات والله العظيم الأمانة مناخ عالي هلبة والله العظيم وهذه فك طريق من الأول من زمان كانت طريق واحد هي قرية للعمومة كانت هيك أو ابن العمومة وفي القلعة القلعة شمال شفتهم دايرين متفاهمين انا عندي حاشني الجماعه اللي معي كلهم يا شجدوا الرسول على الجد ايه رمم ايه رمم وفتله فتك مزبوط والله عندهم بلاد قديمه اللي كانت تشوفها ما تنصد بالله ما تنصد شفت انا حتى ايه لا بجديات الاهتمام بالحاجات هي عرض كيكي حكاني حاجات بسيطه كانت بالله هذا دكان وتحت دموس تحت الحوش ايه حوش سنة كم يا ربي جو فيضان 2012 تقريبا لا لا بس 12 نعم من قلت الناس ساكنة كتير ايه قولوا له عام الفيضة هم ايه ريت انتكتت الدنيا بدت المية تصب من فوق الناس نص احياش هم شي طحت لكن حتى الترميم جديد تخرب الشمنت اصلا معصرة الزيت الله يرحمه قاعدة الله كانت كويسة هيك تهيلت سعي حشاب الشباب تلبش على القبور بعد 2011 بعد ذهب وعشوها مزبوط يردوها والله يردوها حول الله هذه معصرة ثانية هذه قاعدة ها قاعدة امورها طيبة لكن والله العظيم للأمانة كانت تطلقت عليها وتترمم تبدأ شيء تحفة هذه الظاهرة اللي طلعت بتاعت المكان هذا فيه كنز والله حالها والله كانت تجيب الليلة هنا لكن والله ما تقدر ترزا يا باهي تصدق انه رافعين واحده وبيرفعوا الثانيه مش عارف انا اللي بيرفع هذه كيف بيكركرها وشنو وين بيرفعها اصلا شو يعني جو كان لكن بصراحه والله العظيم صح ريت انني يديروا غادي يدور تبدا تدور من هك الواحد كيف يجيبوه على هي طعس عرف ما يعني تصفي الزيت من القلو عليه ثقل بس هذه افراح ريائنا والله ايه جديات هذه مدينه قديمه اللي زرناها في رجعيد اخواني حتى هذا الزمان اللي عنده زيتونة هذا وين؟ عنده زيتونة هنا مغروسة وتنتهي هذا حوش جد يعني ان شاء الله يعني تو يعني مش نتجاوز انا من جيت هنا مع تجي هنا متكسر هذه الدوار اللي كانت ساكنه فيها امك هذه الدوار اللي ساكنه فيها امك ان شاء الله شوف لا انا قاعد من ايامات طبعا هذا شنو جدود كل عمامي كل واحد عنده دار احنا هنا دار الاخر هاي الدار وعمامي الثانيين دار
هذه الدار وذيك الدار كانت فوق. لكن شكله في حاجه طايحه. انا هذه كانت الدار اللي جدي هي المتاليه فستهم كبيره. هذه طاحت والله ما عندي جهد. نشهد بالله ان كان ربك يرزقني كل ما رد زينك ان شاء الله. يعطيك الصحه. باقي والله ساعه توان. ترميم بدها كان الباب في اللي تلقاه بيز... في اللي تلقاه كان يرمم ويختي حاجاتنا هنا. ببساطة عايشة. شوف كيف كان، شوف الفاصل اللي كان هناك. هذه الجزيرة والله أظنها من عائلتنا من أقاربنا في المدينة القديمة. شوف أنت ال ال في حد، شوف الناس في حد عاكس في حد. إيه الناس كانت طيبة يا راجل والله العظيم البركة. اليوم يركبوا الناس لي الظاهر غادي بالزيتون. يوم دايرين لهم مش عارف في القداش قلت الزيتون تمشي تلقط زيتوناتك وتروح. انا امي بروحها تمشي بروحها تلقط الزيتون. قصدي عادي كانت تطيح في بنتك في هذاك السنين الشر وما فيش حلوش تتدرج تريح. لكن عادي ما فيش. قصدي النية صافية والله العظيم. تلقاهم حتى مرات حتى من غير حاجة تغطي بها راسها وكذا كانت نية صافية جدية. صغيرة شوية هيك هي رشادة محصورة ويخدم لها قاعدة لليوم مش عارف وين نسيتها مش عارف وين نسيتها. عزوز قالت لي اياها ما درت. ما شاء الله. انت قديش عمرها ما شاء الله امك؟ عمري بالك في 85 86 ما شاء الله طول عمرها يا رب العالمين. وقاعدة والله ما تفكرتها البلاد هيا بالرشادة. شوف بالله في ما تدرز لعبة تفاحة حقانا بلاد تنسهل. ايوه هاد لعبة تفاحة صغيرة كبرت تفاحة. قال لك جوزت طلعت من هنا. جوزت طول عمرنا تحولت الناس فوق بدت تبني. وحتى البني اللي فوق تلقاه يعني يعتبر حتى هم العصور يعني خلاص. لا نقول لك التاريخ كيف. لما الناس هنا طلعت من هنا ورقدت لفوق شنو دارت غادي؟ ما فيش بني غادي ما فيش رشاد. حفرت الدواميس ضبطتهم دواميس. حفر في جبل كل عندنا حتى نحن عندنا دمور جدي قديم قاعد لنا. عاد طريقنا فيها دواميس قدم. لما تسكن غادي الناس ما عندها زمان لا بتدير براكها لا بتبني لا فيها اصلا رشاد هواء باش تبني انت غادي. مضبوط. داروا الدواميس حفروا الدواميس كان ساكنين في الدواميس سنين من عمرة البلاد دارت الحياش. هون بعدين وزعوا الشعبيات. مضبوط. وتو قاعده مشكلة كبيرة وحيدة المية تعتبر. المية 120 بوت. مشكلة والله. 120 بوت. بصراحة أنا تشرفت بمعرفتك هلبة كانت جولة حلوة حلوة. لا والله ما عندك مشكلة. والله العظيم. شكرا هلبة. بلاد بلادكم في أي وقت. شكرا يبارك فيك كانت زيارتنا. النخلة هي أطول نخلة في البلاد. شنو؟ هلبة أكيد. لكن هلبة عمر واضح. تكون لما الناس شو ما نقول لك سكنت قصدي لما سكنت يعني لما طلعت المدينة هذه نفسها. شفتوا ايش غادي؟ مشان الحين حتى الحين سمحة. الحين ما شاء الله لها سمحة بالضبط. أنا أول مرة نجو هنا. أول مرة نجو هنا. من وين جيت؟ طرابلس. هذا كانت فقرتنا وزيارتنا المدينة.